بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في برنامجكم أحاديث وعبر، والذي نتناول فيه في كل حلقة حادثة وقصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستخلص منها العبرة والحكمة وننتفع إن شاء الله في الدنيا والآخرة. اليوم سميت الحلقة أو وضعت لها عنوانا، وهو سوق قام ثم انفض. سوق قام ثم انفض. هذا الحديث الذي سوف أذكره والحادثة لها مقدمة أذكرها بعجالة، لأن الموضوع طويل جداً، وهو ما يعرف بقصة إيلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. الإيلاء في الفقه الإسلامي هو أن يحلف الرجل أن لا يأتي أهله، فلا هي مطلقة ولا هي مزوجة. لما حصلت هذه الحادثة، فكان ممن يعني آلاهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيقول عمر، وهذا حديث أرواه الإمام مسلم، يقول: استأذنت أن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الحادثة، وكان هناك خادم عند بابه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر في الدخول، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الخادم، يعني قال للخادم: استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل عنده. الخادم التفت للنبي صلى الله عليه وسلم وساكت. طلب منه الثانية أيضا فلم يجبه، فرفع صوته بالثالثة يستأذن، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إصرار عمر قال له: ادخل، أذن له. فقال: لم أجئك لي، يعني إحنا بالعامية نقول أتوسط لحفصة، لا، إن أردت أن أعاقبها وأعاقبها. يقول: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الإيلاء له قصة يعني طويلة، لا يعني من أراد أن يتوسع فيها فهي موجودة في كتب الفقه. يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحادثة وهو مضطجع على حصير، مستند ومتكئ على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره. الإزار اللي هو ما يوضع تحت أسفل مثل الوزار، الرداء اللي هو فوق، وكان العرب قديما من لباسهم الإزار والرداء، يعني قطعتين، قطعة يتزر بها الإنسان وقطعة يعني يتغطى من فوق مثل الإحرام تقريبا، اللي هو القطعتين هذا، وليس عليه غيره، ما عنده إلا الرداء. وإذا بالحصير، لأنه كان نايم على الحصير مضطجع على الحصير، قال: قد أثر الحصير في جنبه أحمر صاير. فنظرت عمر يقول الآن ببصري إلى في خزانة، خزانة مثل مكان توضع فيه الأشياء، يعني مثل ما تقول اليوم دولاب تقريبا ولكن أصغر. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخزنة مالته، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ها هكذا، وقيل قبضة هكذا، قال: ومثلها قبضا في ناحية الغرفة ثمر نوع من الشجر معروف، شعير شوية، نوع من أنواع الثمار أو الشجر شوية، وإذا أفيق معلق، يعني جلد، نوع من أنواع الجلد فقط. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد
سيد الأولين والآخرين، أول من تفتح له أبواب الجنة، هو الشافع يوم القيامة الذي يجري الله عز وجل على يديه ويأذن بالحساب. كل هذه الفضائل، هذا بيته خزانة فيها شوية شعير وشوية ثمار وجلد معلق. يقول عمر: فابتدرت عيناي، بكيت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ليش تبكي؟ فقلت: يا نبي الله، والله ما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار يتنعمون، وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، انظروا الآن إلى معرفة حقيقة الدنيا. سوق قام ثم انفض، أرشد إلى حقيقة هذه الدنيا. يا ابن الخطاب، ليش تبكي؟ لماذا تبكي؟ ما يبكيك؟ قال: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بلى يا رسول الله. بيان لحقيقة هذه الدنيا، سوق قام ثم انفض. توقف إن شاء الله فاصل قصير ثم نستكمل الكلام حول هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا. نتكلم حول ذلك المعنى الإيماني الروحي القلبي، وهو الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والحرث حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حقا إنها سوق قام ثم انفض. احنا اليوم عندنا ما يعرف بأسواق يوم الجمعة، أسواق يوم السبت، اللي هي ليست أسواق دائمة، التجار يجيبون بضاعتهم يوم ينصبونه، يضعون متاعهم يباع، ثم ثاني يوم تزال الأمتعة التي لم تباع، ثم يقوم تجد بعده بيوم ما تجد مع أحد، تجد الأرض فاضية، يوم يقوم السوق واليوم اللي بعده ما تجد أحد. الدنيا نفس هذا بالضبط، الدنيا كهذا السوق الذي قام ثم انفض. ولذلك ما أسرع هذه الحياة الدنيا، الله عز وجل اختصرها لك. الحياة الدنيا مثل ماي ينزل السماء من السماء، يزرع الأرض، يحصد الناس أو يروح هشيم. ثلاث خطوات: نزول الماء من السماء، زرع ونبت الأرض، ثم ذهابه. الدنيا كلها بهذه السرعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا حقيقة الوجود في هذه الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا حينما تقاس بمقاييسها الناس يظنونها عظيمة، لما توزن بموازينها هي في العين المجردة في الحس المحسوس الناس تحسها شيء كبير، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تساوي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لا تسوى.
ما لي وللدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي وللدنيا وللدنيا وما لي، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة هنية ثم قام وانصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسخ لنا حقيقة هذه الدنيا وسرعة زوالها بحديثه عندما قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعلني أتنافس على هذه الدنيا، لأن حقيقتها هي السوق، اليوم قام باكر راح، لكن السوق في ناس تربح وفي ناس تخسر، حال الأسواق جميعها. الدنيا مثل السوق اللي فيها ناس تربح وفيها ناس تخسر، من ربح هو من أطاع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خسر هو من عصى الله سبحانه وتعالى وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبر نفسك أنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا عندك مهلة، يجب عليك أن تعرف حقيقة هذه الحياة الدنيا أنها بسيطة زائلة قليلة الوقت، كنا نعدها أياما وإنما هي ثواني. فيجب عليك أن تجعل هذه الحياة الدنيا هي مضمار للسباق، كيف تريد أن تصل إلى خط النهاية بأسرع وقت وبأكبر جهد يجب عليك أن تبذله هنا في الحياة الدنيا. الدنيا مسرح الحياة، جعلها الله سبحانه وتعالى ذلولا لك، ألم نجعل له عينين في هذه الحياة الدنيا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الطريقين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الحياة الدنيا مضمار للسباق، طريقة للتنافس، وسيلة للتسابق، فيجب عليك أن تعي هذه الحقيقة، فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، لا تتقاتل عليها. ولذلك لما قدم أبو عبيدة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه بمال الجزية، سمعت الأنصار وكان فيهم فقر وحاجة، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته عند صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، يعني شافوا قابلوا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم فقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء من الأموال والخير والمتاع. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، ما راح أرفض عنكم شيء ولا أمنع عنكم، ولكن فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا ما أخاف عليكم أنكم أن تكونوا فقراء لأن الفقر في الدنيا، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا تجيكم بكثرة كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. تتنافسون على الدنيا اللي هي زائلة ومتاعها قليل ووقتها قصير، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم ألهتهم. تلتهون في الدنيا، وهذا الحديث يروي الإمام البخاري ومسلم، تلتهون في الدنيا. ولذلك بالفعل بعض الناس تشوفه من الصبح إلى الليل وهو يركض وراء الدنيا، علما بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك الرزق وقدر لك التقدير، فلن تخرج من الدنيا إلا وقد أخذت حظك من الدنيا كاملا، أخذت من الدنيا رزقك كاملا، تستوفي رزقك في الدنيا قبل الآخرة مهما بلغت مهما سرت. ولذلك يجب على الإنسان أن يعي حقيقة هذه الدنيا بأنها سوق قام ثم انفض. توقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا مرة أخرى. نتكلم عن حقيقة الدنيا وهي سوق قام ثم انفض. من عرف حقيقة الدنيا داوم على الطاعة، لأن الدنيا هي ممر وسبيل للصادقين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على الأعمال. فمن عرف حقيقة الدنيا داوم على العمل الصالح، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب من العمل ما كان ديمة أي دائم، وقال اكفلوا أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قله. من عرف حقيقة الدنيا ثبت على الطاعة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ولذلك الدنيا متاع قليل، زينتها زائفة. قال الله سبحانه وتعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. دار فناء لا قرار، الدنيا دار عمل لا دار جزاء، الدنيا دار ابتلاء واختبار لا دار ثواب وهناء. الثواب والهناء عند الله يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا ليس بها راحة للمؤمن إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابل أو عابر سبيل كما يرويه الإمام البخاري. هنا حقيقة مهمة، وهي لما نتكلم عن الدنيا ونقول والله هي دار ممر وليست دار قرار، وأن الإنسان يعتبرها كالسوق الذي يقوم ثم ينفض ويروح، والدنيا زائلة والدنيا فانية والدنيا عمرها قصير والدنيا دار لهو ولعب، لا يعني ذلك أن ننسى الدنيا. والإسلام جاء بفكر متوازن، الإسلام دين الوسطية. الله عز وجل يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فربط الله سبحانه وتعالى الدنيا وعدم نسيانك لنصيبك في الدنيا مع الإحسان مع العمل الصالح. يعني بعض الناس يفهم أنه لا تنس نصيبك من الدنيا أنه يتوغل في المعاصي، أنه يتوغل في الموبقات، أنه ينسى حق الله. لا، ليس هكذا، وإنما المراد أن الإسلام جاء بدين الوسط. أعطي كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ولخادمك عليك حقا، وهكذا. الله عز وجل يعطينا معيار الوسط، حقيقة أن الله عز وجل لا يريد منك أن يعني تتطرف في جانب دون جانب، وإنما الغلو مرفوض في شريعتنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك يقول في حديث آخر فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، الذي يواصل الليل بالنهار لن يحصل المقصودة ولن يبلغ المقصود. ولذلك الإسلام دين الوسط، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن يجب عليك أن تعرف حقيقة الرصيد الحقيقي. عندك رصيدين، رصيد للآخرة ورصيد للدنيا. الرصيد الحقيقي كما يقول الفقهاء هو رصيد يوم الآخرة، إن رصيد كل إنسان هو ما يجنيه ويحصله ويلقاه يوم القيامة. مجموع أعمالك الخيرة الصالحة التي عملت بها في الدنيا في هذا السوق الذي عملت فيه، والذي ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، هو الرصيد الحقيقي عند الله يوم القيامة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
لا يطغى جانب على جانب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالدنيا تأتي، الدنيا تأتي لمن أراد الآخرة. ولذلك سئل الإمام الشافعي: من أراد الخير والفضل؟ قال: من أراد الدنيا قال عليه العلم. قال: ومن أراد الآخرة؟ قال عليه العلم. قال: ومن أرادهما معا؟ قال: فعليه بالعلم. فالعلم بالله سبحانه وتعالى هو أسمى ما يصل به الإنسان إلى طاعته وإلى مرضاته وإلى جنته. حقيقة الدنيا، الدنيا متاعها قليل، الدنيا فانية، الدنيا دار لهب لهو ولعب، ولكن يجب على الإنسان أن يغتنم الدنيا حتى تكون مزرعة للآخرة، سوق قام ثم انفض. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.